أيظن أنني لعبة في يديه؟ ليقول: بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، لا علمني حبك سيدتي. طبعاً عادات وكلام الغزل والمديح والعتب الراقي، كلام غناه كبار النجوم السيدة أم كلثوم، السيدة فيروز، ونجاة، عبد الحليم حافظ، كاظم الساهر، والكثير من النجوم يلي خلدوا ذكرى. واليوم دار الأسد للثقافة والفنون عم تحتفل بمرور 100 عام على ولادة الشاعر الكبير نزار أباني. هذا الشيء طبعاً بمشاركة عدد من نجوم الوسط الفني السوري، منهم ليندا بيطار، خلدون حناوي، والكثير من الأصوات الجميلة، وبمرافقة الفرقة الوطنية السورية للموسيقى بقيادة المايسترو عدنان فتح الله. تفاصيل أكثر رح نشوفها بهذا التقرير. يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. التكريم بحد ذاته هو له أهمية كتير كتير كبيرة، يعني هذا بدل على رقي وحضارة الشعوب، وكيف إذا كان في عندنا قامات مهمة أثرت بكل يمكن فرد بالعالم العربي والعالمي مثل الشاعر السوري الراحل نزار أباني. اليوم مع الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية رح نقدم مجموعة من القصائد اللي كتبها الشاعر نزار قباني ولحنت فيما بعد، وهي القصائد أصبحت هي من الأعمال الخالدة في الموسيقى العربية. نزار قباني في خصوصية لكل السوريين مو بس بقلب ليندا، يعني هو علم من أعلام سوريا الكبيرة اللي منفتخر فيها أنه هو من هذا البلد. أكيد ما أنا رح أحكي يعني قصائده وتاريخه هو اللي بيحكي. الحقيقة بيشرفني جداً أن يكون بهيك حفل وأني غني موال دمشقي للسيدة فيروز اللي هي يمكن مغنيته مرة واحدة، وهو كلام نزار قباني والحان رحابني، فهيك هي الخلطة العظيمة يعني. فأنا كتير مبسوطة أني حقدم موال دمشقي بهذا الحفل، وبشرفني أكيد دايماً مشاركاتي مع الفرقة الوطنية السورية الموسيقى العربية أكيد هي شرف لك المغني. يعني وقت يكون شعر نزار فالشعر بيسبق أي كل شيء، فالشعر كتير كتير قارينه العالم وكتير منشوفه وكتير منسمعه، فبالتالي نحنا يعني جايين نسمع كلام نزار طبعا بالإضافة لعظمة الرحابني، فأنا أكيد ما بتخوف من هذا الشيء، وخصوصي أنه عم غني شيء مكتوب للشام. هي مسؤولية كبيرة طبعا، وأنا يعني كتير في خوف وفي يعني في حرص على إظهار الأغنية اللي بدي أقدمها بطريقة حلوة كتير كتير تليق بالناس وتليق بالمستمع ونقدمها بشكل صحيح يعني إن شاء الله. كتير بتعني لي، وأنا كتير بحب الشاعر نزار قباني وبحب كل القصائد المغناية له، وهذا شيء كتير مسؤولية كبيرة علينا،
وأنا كتير سعيدة بتواجدي بهالحفل. طبعا مسؤولية كتير كبيرة، يعني نجاة الصغيرة ومحمد عبد الوهاب الألحان وكلمات نزار أباني، فهذا شيء كتير كبير بالنسبة لي وكتير مسؤولية كبيرة.